راحة بصراحة، جو سهل، والخروجات والطلعات والأعداد الحلوة مع البحر صراحة يعني جو نسيان الهموم والإحباط. عيش حياتك وخربها. وانا عايز اقول في نهاية الفيديو، انت كل ما تعيش حياتك مع البحر كل ما تخلي نفسيتك كلها حلوة، كل ما تخلي نفسيتك كلها حلوة، كل ما تروح البحر او تستمتع بيومك كل ما تخلي حزنك يروح، كل ما تخلي الاحباط اللي عندك يروح والكآبة تروح وكل هم الدنيا تروح. لكن انت لما تبطل تخرج وتقعد في البيت كتير، الكآبة عندك تزداد والهموم عندك تزداد والقرف عندك تزداد، القرف عندك تزداد. فهو الواحد يعمل عليه ويعيش حياته مع البحر، عيش جو ريلاكس وجو استرخاء، اشرب قهوة، استمتع مع البحر. وشكرا لكم، واتمنى الاشتراك على قناتي يزداد اللقاءات، يزداد العقبات، يزداد الكلام الحلو. وشكرا لكم.